فضيحة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير يذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. أما بعد، من طعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بول الإبل، وبول الإبل أنا جيك البول الإبل لأنه هذاك أحد الرواقات البارح سمعناش يقول بأن تديروه في القراية ولا في ليباريج تلقاو الناس، واش هاد بول الإبل عنده شي خواطر أم ما هي فوائد بول الإبل والحليب ديالو؟ بول الإبل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق على الهوى، بل وحي نوحى، ما ينطق حتى كينزل عليه وحي من السماء، مثل ما كان ينطق حتى ينزل عليه وحي من السماء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عليكم بأبوالها وألبانها. الدكتور فايد الله يطول عمره ذكر بول الإبل ومنافع بول الإبل وحليب الإبل. بول الإبل يعالج مرض السرطان، والحمد لله والحمد لله. لما الانسان يدخل الموقع ديال اليوتيوب او جوجل ولا شي، الحمد لله، يشوف تدخل بول الابل يكتبوا غير فوائد بول الابل ويطلع لك الحمد لله حديث صحيح على طيب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب نقصوا هذا السؤال، السؤال الثاني يقول بما ان نسمع لهذاك الراقيش يقول بانه كان شي شبه الغبره مبيضه هو وراقي اخر، اش يقول في الفضيحه؟ أولا قبل كل شيء، نحن مش نور بعيننا إلا شنا واحد يدعي بأنه رقيق من المخدرات. هذه شنو؟ هذه عالم، هذه لما تديروا فضيحة كذا وكذا راك يطلع. لما كتشوف واحد يدعي بأنه رقي، باش نوضحوا للناس، هذاك اللي يدعي بأنه رقي وتكتب الفضيحة ديالو تيوجه الاتهام لأحد الرقات اللي شهير وعادي يقولوا ب حصل العبارات يوجه تشوبر أشرف الحياني على أساس أن أشرف الحياني هو اللي زود ليه، هو اللي روج ليه هذاك الفيديو وبأنه غيدعيه، وهذه يعني مشى معاه في واحد الشق قانوني. إحنا قلنا مزيان يعني كاين القانون، ولكن فاش يعاود يخرج في واحد الفيديو في واحد القناة اللي معروفة وقناة اللي كبيرة وتيقول بأنه شي شم البيضة يجب فتح تحقيق أولا وأخيرا، شنو يجب الجواب؟ والله يا شنو نقول لك الأخ الكريم، كل احترام، انا ما شفت الا شفت بانه يطعن كيطعن في انا كنقول الله يصلح قلبه، ولكن مريض. اشرف الحياني غيتابع قضائي، انت ما غاديش تتابع؟ لا ما تابعش، انا دعيت الله سبحانه وتعالى. طيب هذا هو الحق، شي بقى الحق، انا دعيت الله سبحانه وتعالى. اش غنتابع؟ تابع واحد كنت عطفت عليه وكيقول كان خدامه في المرسى، اش غنتابعو؟ انا ما تقتليش نفسي ندخلوا للسجن. فقشر من احسن سيدين، دعيت الله سبحانه وتعالى، ويكفي بان الله سبحانه وتعالى فتحوا فضيحه كبرى بانه من الهاتف ديالو، من الهاتف ديالو بان يدخن امام الملأ وهو يدعي راقي. ما هو عارف شنو الراقي؟ الراقي شنو هي الراقي؟ حسبي الله ونعم. الراقي ان يكون يخاف الله، يكون حامل كتاب الله. ولكن لما واحد كتشوفه مسكين شاد زوان يعني شو نفسه. طيب سي ابو رقية، نقدروا نقولوا صراحة ولا تجارة بالدين بزاف بزاف بزاف. انا جبته عندي، ولكن لما كيجيو الناس وكيصيبوني معنا عندي، كنخرج هنا ونخرج هنا، كيجيو كيصيبوا كيهربوا ما كيبقاش يرجعوا. يعني الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى نعم كيعيطوا كيقولوا حنا بغيناك انت. الله سبحانه وتعالى قال: يوم تسود الوجوه وتبيض الوجوه. كي اللي الله سبحانه وتعالى سود لي الله سبحانه وتعالى الوجوه في الدنيا قبل الاخره باش بالمعاصي والذنوب. شوف حنا ما غاديش نغرموكش بالورود، حنا عارفين الكف وخدمنا معاك، والدليل على ان الدار اللي مشينا لها كتشعل فيها العافيه عقل شي ما عقلش. الحمد لله. نعم. وعدة حالات اللي السيدة اللي كتمشي للسخيرات وكتجي تنصب عليها، عشنا معاك عدة حالات، ولكن اليوم ولينا نقولوها بالدارجة،
ولا شي حوايج تخدم الشوارع. راه اي واحد اللي بغى يمشي على شي راقي ما يشوفش الكومونتير، حيت اي راقي شرعي عنده الاعداء من الشياطين، والراقي الشرعي كيتحارب من الشياطين والسحرة. انا ديما كنتكلم على السحرة، ولكن دابا لما ولا واحد القانون تشير فيه السجن دخلت سوق راسي. حيت علاش؟ من انا من ما راى منكم منكر فليغير. كنت كنغير منكر، ولكن دابا حاليا ندخل سوق راسي باش انا غندي نفسي للحبس. لا، ولكن لا تربو بانفسكم الى التهلكه. دابا اي واحد عارف الحق بين بالباطل، عارف بين الراقي الشرعي، ولكن تيقولوا الساكت وانا الحق شيطان الاخرس، ولكن غتمشي فيها الحبس يا حبيبي. اللهم اخويا نسكت اخويا اخويا. لا نسكشو، خليني اخرس وما نمشيش اخويا للحبس. شنو هذه الحبس تبارك؟ راه ولا فيها من شهر الى ست شهور. انت بغيتي غير المنكر تلقى راسك وسط السجن يعني؟ راه اللهم اخويا علاش؟ لو كان انا ما تغيير المنكر اول لمن؟ ولي الامر. لا، من امر منكم من غيره؟ من هو ولي الامر؟ من هو الامر؟ سيدنا. ثم حنا عباد ضعفاء، حنا ما عندناش السلطه، السلطه كاينه في يد الشرطه الله يخليهم. الشرطه راه اللي شيطيح في يديهم راك الشيء، راك ياخذوه بحال الراقي البركانيش. بغيت تقول له على ذاك الراقي فضيحه ديال الراقي. والحمد لله، شوف ربي سبحانه وتعالى كيفتح كل زنديق وزنديق. انا ماشي اول واحد غيطعن ليا في البول الابل والحلتيت، انسان يدخل الحلتيت ويشوف فوائد الحلتيت وفوائد الحلتيت راه والحلتيت الحمد لله تشافك من واحد شحال وحده حملات على الابر، والابر الحمد لله دخل الشيخ راقب رقيه في القناه هذه يومين باش دخلت الحمد لله، ومدخل معي ادويه من المملكه العربيه السعوديه الحمد لله. فكل كما قال حسن الثاني رحمه الله عليه، الا فاد الا ما كانش عندك حسد حتى ما عندك شيء. كيفاش هذا الحسد كاينين؟ كيفاش داز السفر ديالك في السعوديه؟ اللهم لك الحمد، صراحه قيت حرب، قيت حرب صراحه. بركت في المطار لمده 3 ساعات وانا بالاحرام ديالي. تحقيق حيت انا كنت 11 عام في السعوديه. تحقيق والحمد لله الجواز كاين في السياره، وطبعوا لي الدخول بفضل الله سبحانه وتعالى، وديت المناسك، ولكن بقيت مراقب. صحه بيضاء يعني كل شي حاجه ما غاديش ما غادخلش اكيد الحمد لله، ولكن اللهم لك الحمد الراقش راه كيتحارب، ومره مره خصو لا بدا يمشي بيت الله. حيت علاش؟ اما السحره ما كيتحاربش، او اي راقي يدعي بانه راقي ويقول لك انا نستعين بالجن، حنا كنستعينوا بالله، واذا استعنت فاستعين بالله سبحانه وتعالى. واستعانه بالله هو كلام الله، وليس الرقي. الرقي يقول لك تنطلع في الدار وممكن نعيط. بالنسبه لبعض الرقاه صباحهم والله تيقولوا لبعض الحالات بانني راه غادي نغشي فيك في حصه او جوج حصات، يعني انا نص محتيا ما يعلم ماشي يعلم بالشفاء الا الله عز وجل. شوف الا كنتي غتشافي، الا كان الله عز وجل غيشافيك تقدر تشافى في شهر، تقدر تشافى في يوم، في حصه، في ساعه، يعني هاد الراقي اللي غيحدد لك هذا غيتصب عليك. هنا ندخل في علم الغيب. الا قال لك واحد غرقك في نهار واحد ولا الثاني واحد مره، هنا علم عند الله كدير اسباب. كاين اللي حنا حضرنا الناس شافوا في حصه، حضرنا الناس راك شي بحال هذيك الدار اللي شحال فيها العافيه، راه شحال شحاربنا الكاميرا خسرات، تخسروا لك الرشاشات وباقي عاقل 7 ايام اللي دوزنا فيها. ف قضية الراقي الشرعي كيتحارب من طرف الجن. الإنس الجن كيتلبس في واحد إنسان كيبدا يحاربك، كيقول حنا الجن ما كنشوفوش. لا، الجن كيشوفونا وحنا ما كنشوفوش. باش نخشبوا هذا الفيديو. نعم، تيقول لك خوك في الحرفة عدوك. شكون هاد خويا في الحرفة؟ هو هادوك اللي خرجوا البارح تيقولوا ديك الحرفة. هذاك الزنديق، الانسان اللي كيتعرف كان بول ابل الا زنديق، ومن يتعرف كان من النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق وفاسق وزنديق وكافر. حيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من طعن في بول ابل وحليب الابل فهو كافر مرتد. ودخل صحيح البخاري في بول ابل وحليب الابل، يعني ما طعنش في انايا، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني انسان واحد لي ربي فضحه
وبغي بغي يكمل وشوف تحت الناس، بغي يغطي الفضيحة ديالو بالناس بالناس. ودي حشومة، ممكن يجي يقول لهم انا عملت وفعلت وتركت، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم، غفور رحيم. يقول لي راه هادشي كان قبل، والله سبحانه، والله سبحانه وتعالى قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الراقي الشرعي خاصو يكون فيه خصال متوفرة. واش واحد شاد تفضح؟ والله إلا تفضح فتح الله سبحانه وتعالى، ماشي فتحته أنا ولا فتحتي أنت ولا فتح الله. حيت علاش؟ بحال كيف فتح الله الصحارة، ولكن اللي غادي في الطريق المستقيم ربي ما كيفتحوش. وليك شكرا أبو رقية وتبعي وشاهدي ديال شعبر. هذا هو الرد اللي كان من الشيخ والراقي أبو رقية. نستودعكم الله في مباشر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.